السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. ريفيو النهاردة باختصار كده شديد هكلم عن رأيي فيه وتجربتي مع شامبو سانسلك الصبار. طبعا هقول على كل حاجة أنا عملتها واستخدمته ازاي ورأيي فيه بمنتهى الأمانة. وطبعا انتوا رأيكم وأراكم كلها اكتبوها لي تحت برضو فيه لو انتوا جربتوها، لاني زي ما انا بفيدكم حاولوا كمان انتوا تفيدوني. أرأيكم وتعليقاتكم كلها مفيدة جدا بالنسبة لي، لاني بحب أقرأ جدا تعليقاتكم، وكمان المتابعات بتحب تخش تقرأ التعليقات، فما تبخلوش علينا باللايكات وان انتوا تكتبوا رأيكم وتشتركوا في القناة كمان عشان القناة تكبر اكتر واكتر يا احلى متابعين ومتابعات في الدنيا. طريقة استخدامه ازاي يا بنات؟ هي سهلة جدا وبسيطة. كل علينا طبعا ان احنا هنبل شعرنا، ياريت ان احنا نبل طبعا بالمية الفترة، ونبدأ بحط كمية صغيرة من الشامبو على الشعر ونبدأ كده ندلك فروتنا بيه عشان نشيل كل الأتربة والأوساخ المتراكمة عليه. وبعد كده طبعا هنتخلص من كل الشامبو الموجود على الشعر عن طريق ان احنا نغسله نشطفه بالمية العادية. طيب بالنسبة لان احنا نصرح ان نمشط شعرنا، بيتم تمشيطه ازاي؟ بيتم تمشيط الشعر عن طريق ان احنا بنسيب الشعر يكون يعني ناشف. بعد ما بينشف بنبدأ في تمشيطه من اسفل لاعلى، يعني من الاطراف وصولا للجذور وليس العكس، لان طبعا لو ابتديتي من الجذور ده بيساعد ان انت بتشدي الشعر من تحت، ومع الوقت الشعر بيبقى ضعيف وبيبدأ يتساقط. تاني حاجة ممنوع تماما ان احنا نمشط شعرنا وهو مبلول لانه بيكون في اضعف حالته. طيب بالنسبة لرأيي فيه، رأيي فيه ان هو بينظف الشعر بشكل كبير جدا جدا جدا، بيشيل كل الاوساخ والمتراكمة حتى لو شعرك دهني، هو مناسب جدا كمان للشعر الدهني. تاني حاجة ان هو بيديكي لمعة، بيديكي كثافة، بتحس ان شعرك بدأ يبقى كثيف، ولكن مشكلته وكمان بيرطب الشعر برضو ترطيب عميق. مشكلته ان هو مع الاستخدام المطول بحس ان هو بيقصف الشعر وبيحصل فيه تقصفات كده، والشعر بيبدأ يهيش. ده لو استخدمتيه طبعا لفترة، يعني انا استخدمته مدة شهرين لاحظت كده، كنت الاول بستعمله طبعا استعمال يعني مرتين في الاسبوع، فعرفت ان ده غلط. لازم لو احنا نستخدم شامبو يكون فيه كبريتات او الشامبوهات التجارية عموما، يفضل ان احنا ايه ما نزودش في استخدامها كتير، يفضل بس ان احنا نستخدمها مرة او مرتين بالكتير في الشهر، ان احنا نتخلص من الزيوت والاوساخ المتراكمة على الشعر، ونعتمد بشكل اساسي على ايه شامبوهات تكون طبية. بس للأسف برضو ان الشامبوهات الطبية ما بقاش فيها سلفات كتير، فبنبقى محتاجين الشامبوهات التجارية. فيبقى انت بتجيبي شامبوهين، شامبو تجاري وشامبو يكون ايه طبي، الاثنين مع بعض عشان ما يحصلش اي مشاكل او تقصفات في الشعر. قولي بقى يا حبايبي ايه رأيكم في ريفيو النهاردة، مستنية رأيكم.